عملية القبض على هشام بوسدرة هي تشكل ضربة موجعة لتنظيم الدولة داخل الأراضي الليبية، نظرا أن هذا الرجل متهم بذبح الأقباط الليبيين 21 قبطي في مدينة سرت، كذلك متهم بنقل عناصر تنظيم الدولة ما بين المدن والقرى الليبية، أيضا تسهيل مرورهم ودخولهم إلى الأراضي الليبية عبر الحدود المشتركة سواء مع تونس مع مصر مع الدول الجنوب لليبيا. ويعد أيضا من القيادات، نظرا أنه هو والي هذا التنظيم داخل الأراضي الليبية، فلذلك هو يعد من القيادات الهامة داخل الأراضي الليبية لهذا التنظيم. فتأجيل عملية الإعلان عن القبض على هذا الإرهابي هشام بوسدرة بالتأكيد للتحصل على مزيد من المعلومات، كذلك تحديد مواقع بعض العناصر سواء كانت في المنطقة الغربية تحديدا أو في المنطقة الجنوبية حتى يتم القبض عليها، كذلك التحصل على معلومات بشأن هيكلية هذا التنظيم، الشرايين المغذية لهذا التنظيم أو موارد هذا التنظيم. فلذلك هي عملية موجعة، ولكن التنظيم يعيد تجديد دمائه من خلال الضخ بعناصر جديدة وإعادة أيضا الهيكلية مرة أخرى كما شهدنا في العراق وفي سوريا وأيضا في دول الساحل والصحراء. الآن نجد التنظيم بدأ يتحرك في العراق بعد أن أعاد ترتيب أوراقه الداخلية والدفع بقيادات جديدة وتغيير في هيكليته التي يعمل بها، كذلك في سوريا، كذلك في دول الساحل والصحراء بدأ منذ أشهر طويلة بتجميع صفوفه وتنظيم عناصره وهيكلة ووضع هيكلية جديدة داخل التنظيم حتى يستطيع القيام بعمليات إرهابية وتفجيرات واغتيالات وتحرك وتموضع جديد غير التي كان يعتمد عليها في السابق. ولذلك التنظيم يعيد ترتيب نفسه، ولذلك نحن نحتاج إلى استراتيجية حقيقية مبنية على قوة فعلية معنية بملاحقة هذا التنظيم وكل التنظيمات الإرهابية. من المعلوم أن داعش موجودة في ليبيا من خلال خلايا نائمة ومن خلال عناصر نشطة لتجنيد الشباب والعناصر القتالية، وأيضا لربط علاقات بسماسرة السلاح. ليبيا كما هو معلوم كانت في السابق معتقل أو عفوا معقل لتنظيم داعش، وسبق أن سيطر وانتشر في مدن ليبية كبيرة، وأقام تنظيم داعش هناك استعراضات عسكرية ونسق انطلاقا منها عمليات ضد بعض دول الجوار قبل أن يتراجع حضوره في البلاد تحت الضربات القوية التي تلقاها وأدت إلى مقتل العديد من قياداته وإلى اعتقال بعضهم كان آخرهم القيادي هاشم بوسدرة.